السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة. هذا إحدى قوارب الصيد، هلا وصل هون في نهر فطاني جنوب تايلاند. خلينا نشوف هلا شو معه صيد إن شاء الله. أرجو أن تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، وشكرا لكم للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلاقيكم في فيديو ثاني إن شاء الله. ป้าพาไปตกใจแล้วอย่าเดินมั่วแต่